ومرة أخرى غادي إلى سمحتوا فأنا غادي نستقبل الضيف ديالنا اليوم وكنشكروا مرة أخرى جزيل الشكر حقاش قبل أنه يمر معنا اليوم باش يشرح لنا بعض الأمور اللي ربما حتى حنا ما كناش عارفينها. يعني اليوم غنسمعوا لا فيرسيون ديالو لا فيرسيون أوفيسيال ديال الضيف ديالنا عبد الرزاق. الحمد لله كاع المستمعين ديالنا كانوا كيطالبونا كاع الأسبوع هذا باش أننا نتصلوا بعبد الرزاق. الحمد لله عبد الرزاق الحمد لله حاضر معنا اليوم وكنشكروا مرة أخرى. مرحبا بك عبد الرزاق. السلام عليكم. شكرا اختي دنيا وشكرا المستمعين الكرام والضيوف اللي معك كاملين. شكرا لك عبد الرزاق الحمد لله قد قبلتي. واليوم يمكن نقولوا هذا اول خروج اعلامي ديال عبد الرزاق الحمد لله باش يجاوب على بعض الامور, باش يجاوب ربما على تصريحات ديال لو سيليكسيونور ناسيونال فايد هاليلوزيتش اللي تم طرح السؤال عليه بالنسبه لعبد الرزاق الحمد لله, وكذلك مصطفى حجي مساعد مدرب المنتخب الوطني المغربي اللي كان حاضر معنا يوم امس على امواج راديو مارسو بالضبط في برنامج مارس اتاك. بلا شك ما عرفتش انا عارفه بان انت ما سمعتيش اكزاكتومون التصاريح لا ديال فايدا ليلوزيتش لا كذلك ديال مصطفى حجي, ولكن بغيت نعرف اولا وقبل كل شيء شنو هما الاصداء اللي كانت واصلك في هذه الايام الاخرى اللي مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كيف قلت لك اختي دنيا, انا والله شاهد عليا ما سمعتش كاع المدرب اش قال وحتى مصطفى حجي من داز معكم في الراديو ما سمعتوش اشنو قال كاع. نعم. ولكن اللي شفت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي انه انايا رفضت الدعوه ديال المنتخب الوطني المغربي. هادشي اللي في راسي حاليا. وداكشي علاش كانت الاجابه ديالك ربما في انستغرام وفي لي ريزو سوسيو بان ما تلقيتي حتى دعوه ديال لا الناخب الوطني المغربي لا كذلك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. بطبيعه الحال راني تعجبت لانه انا ما فراسي حتى شي حاجه, ما وصلني حتى شي حاجه غير مكالمه شخصيه ما بينه وبين حجي, حتى كنتفاجئ انه راه جاتني دعوه ورفض. بطبيعه الحال خاصني نكذب بهذه المسائل هذه. نعم. يعني اضطريت انني نكتب في الصفحه ديالي انه ما وصلني لا مكالمه لا حتى شي انفيتاسيون لا لي انا ولا الفرقه ديالي. يعني كيفاش رفضت الدعوه وفين هي اصلا الدعوه باش رفضها؟ يعني انت كتكلم على لا كونفوكاسيون اللي ربما كيتوصلوا بها جميع اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي وكذلك الانديه ديال هاد اللاعبين هادو. يمكننا نعرفوا اكزاكتومون عبد الرزاق شنو الحديث اللي كان ما بينك, انت قلتي مكالمه شخصيه ما بينك وما بين مصطفى حجي. سمح لي نكمل لك بعد على الانفيتاسيون. دابا الانفيتاسيون بطبيعه الحال كتكون من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم جميع الفرق ديال جميع اللعابه اللي بغاوهم يكونوا في المعسكر. يعني والاخ ديالي نور الدين امرابط توصل بها وانا ما توصلت حتى شي حاجه. يعني لا توجد هناك اي دعوه رسميه من المدرب او من الجامعه. هذه الحاله الاولى. بالنسبه للحاله الثانيه فاكيد ان الحوار اللي دار بيني انا وبين مصطفى حجي ما كنتش كنتوقع انه غادي يخرج, وما كنتش كنتوقع ان حتى مصطفى حجي غادي يخرج هذه الهضره. ولكن مادام خرجت خاصها تكون في المعنى الصحيح ديالها. يعني بمعنى انه انا يظهر واحد الحوار, يعني كنت كنظن انه عادي جدا ما بيني وبين السي مصطفى اللي كنحترمه بزاف, واللي هو انه في اليوم اللي خرجت فيه اللائحه في الصباح هو عيط عليا في العشيه وبدا يتكلم معايا في شي مواضيع شويه تقنيه, بالرغم من انه يعني ما نورمال انه مسائل تقنيه كتبقى خاصه بي انا وخاصه بالمدرب ديال الفريق ديالي. يعني مثال انه انت شديتي صفراء, وليتي كتمرفى شويه في الماتشات الاخرين, انت ما ماركيتيش في لي دو ماتش الاخرين, الهضره هذه. لكن اكيد خصني نسمع اللاعب اللي داز كبير وداز من افضل الاساطير المغربيه في كره القدم, خصني نسمع ليه بالرغم من انه ما عندوش حق يهضر معايا في هذه المسائل. من بعد قال لي راه انه المدرب كان باغي يحطك في اللائحه النهائيه ديال باش نلعبوا هاد لي دو ماتش اميكال, ولكن الاشكال هو انه خديتي صفراء وسميتو وما كيبغيش المدرب بحال هاد التصرفات انك تاخذ لي كارطون هكاك وهذا الشيء, زائد انه قال لي زائد انه راه اخر ماتش تفرجت المدرب ما ماركيتيش, هادشي علاش ما جابكش المدرب.
اش قلت له انا مصطفى الجراحي، قلت له انا راه لا يعقل انك تقول لي انه الا خديت صفره ما غاديش يعيط عليا المدرب، قلت له من الاحسن بلا ما يعيط عليا من هنا لقدام لانه راه ربما غادي نقدر نشد صفرات اخرين، زائد انه ما ماركيتش جوج ماتشات الاخرين، فالحمد لله انا راضي على راسي لانه اخر لعبت خمسه ولا معدت ست مباريات هذا الموسم ماركيت فيهم ربعه، يعني حاليا في بداية الموسم راه بخير، راه كاينين شي لعابة اخرين جاو دابا ليكيب ناسيونال راه ما ماركاو حتى بيس، قلتها لي بحال هكا، يعني انا كنهضر نشرح لكم اشنو دار بيني وبين مصطفى حجي، صافي هادشي اللي دار بيني انا وياه، قلت ليه شكرا على النصائح ديالك والله يسهل على المنتخب، راه المنتخب ديما في القلب وديما حنا كنبغيو غير الخير للمنتخب ديالنا، هادشي اللي دار بيني انا ومصطفى. غير هذيك النقطة ديال غادي نشجع المنتخب الوطني المغربي من مورا التلفازة، ربما الواحد يعني حنا كمتلقين فحنا خديناها بحال ليلة عبد الرزاق حمد الله كيرفض أنه في المستقبل يحمل قميص المنتخب الوطني المغربي، واش كاينة هاد القضية هادي ولا لا؟ أش ربما تكون مالونتوندو في هاد النقطة. وبطبيعة الحال أنا دابا اليوم المنتخب إن شاء الله لاعب ما غاديش نشجعه من وراء ليكرون. غادي نشجع بطبيعة الحال، أما المنتخب فهو منتخب ديال الشعب كله. واي مغربي عنده الحق في المنتخب خصوصا اذا كان قادر انه يساعد المنتخب الوطني المغربي. بالنسبه لي انا دائما لاعب تحت الامره ديال المنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله ما نحس انني قادر انني نعطي غادي نكون انا اول واحد تما ان شاء الله. نعم يعني كاين تربص اللي غادي يكون ربما في لو مواد نوفمبر، كاين حقاش كاين ماتش اوفيسيال، ولا تمت المنادات على عبد الرزاق حمد الله، واش عبد الرزاق حمد الله غادي يقبل انه يجي المنتخب الوطني المغربي ولا غادي يبقى يعني باقي شاد في خاطره ربما من الكلام اللي سمعوا من عند مصطفى حجي في هذه النقطه هذه؟ شوفي هما بطبيعه الحال كيف كتعرفي انه في مؤخرا وقعوا لي مشاكل كثيره خصوصا مع المدرب القديم باش نكونوا يعني ماشي هذوك المشاكل ما تقدراتش تحل او ما قدروش الناس المسؤولين انهم يحلوا هذيك المشاكل. هذه من جهه. ثاني جهه في المنتخب اذا نادى عليك المنتخب راه ما عيطش عليك فلان او فلان، راه نادى عليك يعني البلاد ديالك خاصك تلبي النداء ديالها. وكاين فرق ما بين انك خاصك تلبي النداء ديالها وما بين انك تمشي بسبب مشاكل وقعت. في حاله اذا شفت انه هذيك المشاكل اللي وقعت مؤخرا ما بقاتش وان في نفس جديد وفي ناس باغا تخدم، انا اول واحد غادي نكون تما. في حاله اختي شفت نفس هذاك الشيء اللي شفته مؤخرا وبلا ما نطرقوا ليه لانه ان شاء الله ماشي وقته هذا، اهم شيء هو المنتخب حاليا واهم شيء ان المنتخب يكون مزيان يفرح المغاربه، فاكيد انا خشي راني اول واحد ودائما الحمد لله عطى بزاف المنتخب والمنتخب عطى بزاف الحمد لله. نعم عبد الرزاق يعني شنو يمكننا نفهموا من الهضره ديالك؟ المشكل الوحيد اللي كان عند عبد الرزاق حمد الله واش هو ايرفي غونار ولا كاينين حوايج اخرين اللي كان مع المنتخب الوطني المغربي؟ كان هيرفي رونار ولا ما عرفتش سميتو هذا هيرفي رونار هذيك من الاخر، هذا هو السبب الرئيسي الاول والاخير لانه يعني احتقر عبد الرزاق حمد الله بهذا المعنى هذا. هادشي اللي كاين. يعني ما كانش عندك مشاكل مع بعض اللاعبين؟ اش خرجت الهضره بزاف من بعد ما سمعت باش ما نكذب ما والو، بطبيعه الحال كانوا هناك بعض التجاوزات من بعض اللعابه، ولكن هادشي كيوقع في اي فريق وفي اي منتخب دائما، ربما لا غلطوا ربما يعني في دقيقه يكون مسامحه ويكون كل شيء، وانا مسامح لهم رغم انهم غلطوا في حقي ولكن مسامحهم، ولكن اهم شيء هو ان المدرب السابق وصاحب هذه المشاكل كلها هو الدافع الاول اللي خلاني انني نغادر المنتخب المغربي مؤخرا. غادي نطرح عليك واحد السؤال واخا نعرفك ربما انت ما باغيش ترجع لهذاك الشيء اللي وقع في لو ستاج دو بريباراسيون اللي قبل لاكان، غير هو غنطرح عليك واحد السؤال مباشره عبد الرزاق، واش ما ندمتيش ربما انك غادرتي المنتخب الوطني المغربي قبل من المنافسه بحال كاس امم افريقيا اللي يمكن المغاربه كاملين كانوا كينتظروا ان يشوفوا عبد الرزاق حمد الله كيتالق فيها؟ لا هو شوفي سمح لي بعد، اولا انا كنعتذر من الشعب المغربي انني غادرت، ولكن لو رجعتوني 100 مره غادي نعاود نغادر، لانه احتقار المدرب اللي دار لي انا وسوء المعامله اللي تعاملت بها من المدرب لي انا، فاكيد اللي عنده النفس راه ما غاديش يريح، ربما كانوا غادي يكونوا مضاعفات اخرى الا مشيت معاهم لمصر، ولكن يعني اخترت انني نمشي باش نخلي المجموعه المغربيه
مكونسونطريو انهم يقدروا يفرحوا المغاربه. يعني دائما الاختيار ديالي كنظن انه كان صحيح 100%. نعم. ولكن دابا راه ايرفي غنوغ مشى، ما بقاش في المنتخب الوطني المغربي، دابا كاينه صفحه جديده ربما مع فايد هاليلوزيتش. وي انا دابا ما عنديش مشكل، دابا المشكل اللي كان عندي كيف قلت لك كان عندي مع المدرب. نعم. يعني عندي مع المدرب، مدرب دون مستوى هذاك المدرب، هذا الشيء اللي كاين. يعني الى تمت المنادة غنعاود نطرح عليك سؤال مباشره، الى المنتخب الوطني المغربي اتصل بعبد الرزاق حمد الله، حقاش دابا اللي كنفهموا بحال اللي كاينه مالونتوندو، يمكن حتى وصلوا لك الهضره في شكل ديجا داك الشيء علاش خرجتي بديك التدوينه، هذه اول حاجه، وثانيا ربما كان مالونتوندو في الهضره ما بين مصطفى حجي وكذلك عبد الرزاق حمد الله. يعني غدا ولا بعد غدا الا اتصلنا بعبد الرزاق حمد الله باش يجي يحمل قميص المنتخب الوطني المغربي، واش عبد الرزاق حمد الله قادر انه يطوي هذه الصفحه هذه ديال داك الشيء اللي مر من قبل ورجع للمنتخب؟ وقال اختي الدنيا راه كيما فهمتيني، انا راه جاوبتك على هذا السؤال، راه قلت لك المنتخب اللي نادى عليك راه ناداش عليك البلاد، راه ما ناداش عليك فلان او لهذا المدرب او لهذا المدرب او لهذا المدرب، دائما حنايا كيف قلت لك تحت الامره ديال المنتخب، كحنا كرياضيين او بصفه خاصه كلاعبين كره القدم، دائما المنتخب شيء يعني عظيم جدا بالنسبه لاي لاعب. بالنسبه لي انا مستعد اني ندافع على المنتخب الوطني المغربي في اي لحظه، ولا كنت قادر انني نعطي راني نعطي ونزيد وندير اكثر من جهدي على شيء واحد هو انني نفرح المغاربه. واضح كلامي. تكلمتي على المغاربه، شنو هو الميساج اللي اليوم تقدر تعطيه للمغاربه اللي كيسمعوا لك اليوم على مباشره يوم مارس؟ دابا شوفي، دابا انا يا ربما يعني هذاك الشيء اللي حصل مؤخرا يعني قسم الراي العام الى نصفين، نصف مع عبد الرزاق ونصف ضد عبد الرزاق. انا ما كيهمنيش اكثر ما كيهمني المنتخب انه يكون مزيان، لانه الا كان المنتخب مزيان هذوك كاملين هذاك الراي العام كامل غادي يكون فرحان. وحنايا من هادشي انا من هذا المنبر انا كنعتذر الا في حاله سئت يعني الظن في بعض الجماهير، لكن دائما النيه ديالي كانت صافيه، ودائما النيه ديالي كانت من اجل مصلحه المنتخب الوطني المغربي. يعني كنتمنى انه المنتخب يكون مزيان، لا فلان ولا حمد الله ولا غيره ما كيهمش اكثر ما ان المنتخب يكون مزيان. انا كنتمنى ان 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 الراي العام يكون دائما صف المنتخب الوطني المغربي، ويشجع المنتخب الوطني المغربي لانه هو المتنفس الوحيد ديالنا احنا كاملين كمغاربه. عبد الرزاق حمد الله قبيله قلتي واحد الكلمه اللي هي مهمه، قلتي اليوم ماشي الوقت باش اننا نرجعوا شنو وقع اكزاكتومون في الستاج دو بريباراسيون اللي قبل من لاكان. واش عبد الرزاق حمد الله، انا غنطرح لك السؤال كذلك ولكن هذه المره بصفه مغايره ربما، واش عبد الرزاق اليوم قادر انه يطوي هذه الصفحه هذه خصوصا بعد رحيل ايرفي غونار وينسى كاع شنو وقع في هذيك الفتره هذيك، وزعما يبقى كما قلتي مشجع ديال المنتخب الوطني المغربي، وربما في المستقبل القريب اننا نعاودوا نشوفوا عبد الرزاق حمد الله كيحمل قميص المنتخب الوطني المغربي. علاش طرحت لك هذا السؤال هذا؟ حقاش ليا دابا بضع اسابيع من قبل كنتي بوستيتي اون فيديو في انستغرام وفي لي ريزو سوسيو ديالك كتقول فيها بان غادي تخرج في الوقت المناسب باش انك تكلم على شنو وقع من قبل. دابا شوف اختي، دابا انا بالنسبه لهذوك المشاكل اللي كانوا عندي طويتهم من يوم المغادره ديال رونار. صافي كملت ساليت هذاك التخربيق ساليته. بالنسبه لي انا ما كنتش هضرت اصلا، ما هضرتش انايا في سميتو، ما هضرتش في لا في الصفحه ديالي لا في المواقع التواصل ديالي، ما هضرتش حتى شي حاجه، خصوصا من تعطات اللائحه الاوليه من جهه المدرب، تعطات لائحه فيها يمكن شي 50 لاعب وما كنت فيهم وما هضرت ما والو، لانه داك الشيء كيبقى راجع للمدرب اشنو كيشوف. ولكن انا علاش هضرت دابا؟ غير باش نكذب هذوك الاخبار اللي تقالت انه انايا رفضت الدعوه ديال المنتخب الوطني المغربي. وكيف قلت لك راه المنتخب راه ما ديال رونار، ما ديال المدرب الجديد، ما ديال حجي، ما ديال فلان، ما ديال حتى شي واحد، ديالنا احنا كاملين مغاربه. والانسان الا غلط مره راه يعني ماشي غلط، انا زعما قلت لك الانسان الا في حاله غلط راه عادي، المنتخب ديما كيبقى هو الباب الكبير ديال اي لاعب مغربي. يعني شحال تاع اللعابه غلطوا، شحال تاع اللعابه يعني احتسبوا الجمهور، شحال تاع اللعابه ما عرفتش شنو داروا، عادي جدا راه كيلعبوا في ليكيب ناسيونال. يعني هذا الشيء علاش نقصد لك انا، ونقصد لك انه ليكيب ناسيونال راه ماشي باهي سدود في حقي انا، انا بالعكس انا نهار غادي نكون موجود ونهار غادي نكون نعطي راه غادي نجي نلعب في المنتخب. عادي جدا. نعم. يعني هذه القضيه هذه ربما يمكن هي اللي قلقاتك اكثر
عبد الرزاق هذه النقطة هذه بأن بعض اللاعبين كانوا عندهم تجاوزات في المنتخب الوطني المغربي وما كانش عندهم نفس يعني التصرف اللي كان معهم كان متخالف بالنسبة للتصرف اللي كان معك عبد الرزاق. ما نكذبش عليك هما شوفي باش نكونوا واضح راك واحد شوية تحيزات في المنتخب الوطني كاين هناك واحد الفئة كي كيقدروها وكيعطوها قيمة أكثر وكاين واحد الفئة لا وهذا الشيء راه واضح ماشي غير شوفك واش عبد الرزاق اللي غادي يقولوا راه هادشي راه كاين ومن زمان ماشي غير دابا ولكن كيف قلت لك هادشي راه ما كيهمش اكثر ما كيهم ان اي لاعب قادر يعطي اضافه للمنتخب خصو يجي صافي هاد القضيه هادي يمكن كانت سورتو عند ايرفي رونار انا غادي عاود نرجع لك ايرفي رونار اش عاودتي قلتي لنا من المشكل كما ايرفي رونار لا شوف ايرفي رونار ايرفي رونار راه دار تجاوزات كثيره لانه حطر اللائحه ديالو واحد 24 لعابه اللي ديما كاينه وي كيتبدلوا غير 4 5 يعني سد الابواب في حق جميع اللعابه اللي كيلعبوا في الخليج ولكن ملي جاو يمكن 5 ولا 6 لعابه في الخليج تفتحت الابواب مره اخرى هذا دليل على انه هناك يعني تميز هذا دليل على ان هناك هذا المدرب كان كيبغي واحد الفئه على فئه اخرى يعني انتم ما شاء الله راه صحافه راكم عارفين هذه المسائل كامله هاد النقاط كيف كنت تقولها فعلا حتى الرأي العام ما شاء الله راه الناس راه قاريه وواعيه وعارفين هذه المسائل راه ما غاديش تحتاج انا عبد الرزاق حتى يقولها ولا فلان اخر ولا شنو هما التجاوزات اللي كان دارهم ربما معك انت كشخص دابا اختي دنيا اللي بغينا نهضر في التجاوزات راه خصني بزاف تاع الوقت وخصني بزاف تاع المسائل يعني انا بالنسبه لي انا هاد الصفحه اصلا طويتها وي مدرب ذو المستوى كان نقطة سوداء في الحياة الكروية ديالي لأنه 4 سنين ما ناديش عليه المنتخب عارفين سميتو الله يعاوني يعاونو أنا راني تلاقيت معاه مرة هنايا ديريكت وما سلمتش عليه ونعاون طاقم آخر وما نسلمش عليه لأنه ما يستحقش أنني حتى نهضر معاه هذا الشيء اللي كاين الاجابه ديالك كانت واضحه يعني نعاود نذكروا المستمعين ديالنا بان المشكل يعني حقاش كانت قطعت الهضره بزاف عبد الرزاق وانا غادي نكون واضحه معاك حول بعض اللاعبين المشاكل اللي كانت وقعت لهم معاك ولا لا لا وي 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 كاينين لا لا شوف باش لا كاينين لعابه يعني غلطوا في حقي ماشي ما كاينين كاينين وباقيين دابا كيلعبوا في كيب ناسيونال باش ما نكذبوا ما والو يعني مش وكاين المدرب هو الحالة الرئيسية الأولى ومعاه بعض اللعابة الله يهديهم لأنه مازال عقلهم صغير حنا جايين مثلوا 40 مليون تاع الجمهور ما جايينش نتفلاو ولا نضاربوا ولا ضربني ونضربك فهمت شنو نقول لك؟ ربما هذوك اللعابة إلا بقاو في المنتخب الوطني المغربي أنت ما عندكش مشكل في هذه النقطة هذه أنا ما جايش عندهم هما راه جايين لا في المنتخب أنا برافو عليك هذا بالله ما قلت أنا نعم لا فالإجابة ديالك واضحة ربما غيكون آخر سؤال نتكلموا على النصر يعني نتكلموا على الوضعية ديالك اليوم مع الفريق شنو يمكن تقول لنا على الوضعية ديال عبد الرزاق الحمد لله مع الفريق ديالو الحمد لله بخير وعلى خير الحمد لله حنايا بداية السنة وغادي كنظن انه في مسار صحيح بالرغم انه عندنا بعض الاصابات كثيره اللي خلاتنا اننا ما نديروش واحد النتائج ايجابيه في اخر مباراتين ولكن الحمد لله دابا كل شيء رجع موجودين باش ان شاء الله نحافظوا على اللقب ديالنا. نور الدين مرابط هذه مزيان يكون لنا ذاك مغربي واحد اخر ياك عبد الرزاق. هذاك ماشي مغربي اخر هذاك خويا هذاك الحمد لله يعني ديما انا وياه كنعطوا اضافه كبيره نادي النصر والدوري السعودي بصفه عامه والحمد لله ديما انا مرتاح انني كنلعب انا وامرابط حتى هو كذلك وان شاء الله كنت كنتمنى ان هذه الثنائيه ما تلعبش كاس افريقيا لانه كان عندنا بزاف تحويز نقدروا نقدموهم للمنتخب ولكن للاسف يعني كيقول لك يعني ماشي يعني على السفن هذيك المثال ديال السفن كل ما تشتهي سفن المهم وشي حاجه بحال هكا كنعتذر من المستمعين ديالنا شي واحد اعتقل انا في البلاصه كثير ديال حبيبي ما تشتهي السفن الله يعطيك الصحه يا يعني فيها خير فيها خير لكم شي ان شاء الله وعسى ان تكرهوا شي خير وخير لكم بطبيعه الحال واش نعطيك واحد النصيحه استاذ معك الحاج سي محمد النجمي معك نجمي مرحبا سي نجمي قول شوف اولدي شوف انا غنقول لك واحد القضيه اي لاعب كيف ما بغى يكون المستوى ديالو خاصو يعني ولا بدا خاصو يتجاوز بعض الصعوبات سواء في الفريق ديالو او في الفريق الوطني هذه نصيحه نعطيها لك غادي يجوا تجاوزات اخرين غادي تلقى مشكل مع بعض المؤطرين
غتلقى مشكل من بعض المحبين، غتلقى مشكل حتى لونتوراج ديالك اللي كاين في اسفي، غتلقى مشكل عندك لونتوراج في السعوديه. الا كنتي قوي انا غادي نقول لك امن بالقدرات ديالك وحاول ما امكن تجاوز جميع المعوقات اللي غادي يكونوا في الطريق ديالك. هذه غادي نعطي لك نصيحه كلاعب وكمؤطر اللي داز واحد المرحله كبيره وفريق كبير وفريق الرجاء، دازوا لاعبين اللي تاهما تظلموا وتا هما مشاو ولكن مشاو في جرم الطريق اما ما دا فيهم حد. انا بالنسبه لي عندك مؤهلات كبيره، عندك مؤهلات محترمه، ولا بد ما غتلقى بعد التجاوز ولا بد خصك تصبر. الفريق الوطني الحالي دابا حاليا انا بالنسبه لي بحال اير فيرونار خصك تجاوز هذه المرحله هذه، وتا اير فيرونار ما يبقاش شاغلك بالك بانه هو اللي كان سبب. انت جيتي الفريق الوطني المغربي كتادي واحد الواجب اديه، كاين جمهور كاين مسيرين كاين ناس في الجامعه هما اللي كيديروا التقييم ديال اي واحد. انت بالنسبه لك انت جيتي ادي الواجب. دابا حاليا انا كنسمع مشكل عندك حتى مع حجي، ها هو دابا راه طروح مشكل دابا مع حجي من خلال التدخل ديالك كتقول بان حجي لا لا بلاتي غير نخليه يتدخل في هذه النقطه هذه. ما عرفتش عندك مشكل كذاك مع مصطفى حجي؟ وانا يلاه هضرت معكم دابا لا ما كاينش مشكل. لا كيقول لك بانك خاصك تسجل الراي العام ولا كاينه بعض الصحافه اللي الله يهديها ما مع راسها ما مصالحاش. هذا ما انا ما كيدخلوش ليا راسي اصلا. انا عارف راسي انني الحمد لله غادي في مسار صحيح وشكرا بزاف على النصيحه اللي قلتي لي والحمد لله انا قوي وشخصيتي قويه بزاف. لانه نعطيك واحد المثال بسيط. انا نهار جاتني اصابه قال لي الطبيب ما عمر لقيت على الكره ومن بعد وليت هداف تاريخي ديال الدوري السعودي اللي هو اقوى دوري عربي. يعني بالعكس الحمد لله شخصيتي قويه وهذا الشيء بالعكس هذا الشيء راه كيزيدني قدام كيزيدني قدام كاع ما كنتفوق انا هذا الشيء كامل. نعم بالعكس انا عارف وحاس ومازال باقي قادر نعطي ان شاء الله. وانا الحمد لله السنه الماضيه مني في جميع الالقاب راه زيد الرايه ديال المغرب ما زيدش الرايه ديال الطاليان ولا الامريكان. راه مغربي انا راه كنموت على المغرب اكثر من عاد شحال بزاف تاع الناس تمايا فهمتي. بالعكس الحمد لله نتمنى ان شاء الله انه اول شيء واخر شيء انا المنتخب يكون مزيان. نعم. هذا هو اهم شيء وهذا هو الهدف ديالي انا. شكرا لك عبد الرزاق. عبد الرزاق كنشكرك بزاف حيت تكلمتي معنا يعني بتلقائيه وعطيتي لنا الراي ديالك اونفان ويمكن حيدتي اللبس حتى على بزاف ديال المشاكل اللي كاينه وبزاف ديال نقاط الاستفهام اللي كانت. كنشكرك جزيل الشكر حيت كنتي معنا عبد الرزاق حمد الله مباشره على امواج راديو مارس. كنتمنوا لك حظ موفق مع الفريق ديالك وان شاء الله مع المنتخب الوطني المغربي. نتمنى ان شاء الله تكون العوده للمنتخب الوطني المغربي. شكرا لك عبد الرزاق. شكرا.